نبنوا بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0، صحتك بالدنيا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل ويمسوكم صوتنا على 93 رجل حياة فم إذاعة القيروان للصحة. مشوارنا يتجدد معكم إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع في برنامجكم سانتي 5.0. أحمد المخلوف يتلقاه معكم في الإخراج تقني الحصة، سينو سيف بولعريس في الكوتي ديجيتال، مريم منصوري كوتي ميكرو. صبحيتنا تنطلق معكم على خاطر صحتكم عزيزة، نحاولوا نركزوا في المواضيع الصحية اللي تهم أحياتكم الناس الكل من خلال المعلومات في مختلف الفقرات اللي تهمكم انتوما الناس اللي برانشي على 93 فاسي نوت. نجمو زادة كيف تتفرجوا فينا على ستريمينج لايف على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فام. كيف من يمتلك الصحة يمتلك الامل، ومن يمتلك الامل يمتلك كل شيء. توت سويت السمر سمر. بالنسبة لليوم باش يكون إن شاء الله عنا ضيف دكتور محجوب العوني انطلاقا من العشرة ونص، عضو اللجنة العلمية وأستاذ في علم الفيروسات، باش يحكي لكم على الترخي في التلقيح، هل أنه فعلا ينجم يؤدي إلى موجة جديدة كما قالوا الناس كل اللي فما موجة سادسة، وإلا لهذا اللي باش ناخذوه معها بأكثر تفاصيل. لقاح جونسون أند جونسون، هل أنه سجلنا حالات تخثر دم في تونس وإلا لي، وشنو الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة وإلا اتخذتها اللجنة العلمية في الإطار هذا. سينو بيان سور باش نحكي لكم زيدا على رصد الالتهاب الكبد الغامض في أكثر من 20 دولة. في المقالة ذي باش نحاولوا ناخذوا أكثر تفاصيل الدول اللي مسها التهاب الكبد الغامض هذا، وهل أنه مرض خطير يعتبر، خاصة أنه قاعد يمس في الصغيرات امتاعنا. ناخذوا عليه أكثر تفاصيل في شيفر سانتي. وفي ألو دكتور في ساعتنا الثانية باش تحضر معنا أخصائية التغذية مريم توكابري باش أحكي لكم على مؤشر السكري وأهميته في تعديل مستوى السكر في الدم. كما نعرفوا مؤشرات السكري ديما برشا ناس تقول لك أنا ناكل حاجة تنجم تطلع لي في السكر متاعي، هذا اللي باش نعرفوه بأكثر تفاصيل. كيفاش نعرفوا لانديس جليسيميك متاع كل ماكلة نجموا ناكلوها واللي تنجم بطبيعة الحال تأثر علينا الناس الكل، هذا باش يكون محور موضوعنا بخلاف مختلف الفقرات ومختلف هكا الحاجات اللي تنجم تهم الصحة متاعكم والمعلومات الصحية اللي نجم نواجه لكم الناس اللي برانشي على 93. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى النص نهار. نذكركم دكتور محجوب العوني عضو اللجنة العلمية وأستاذ في علم الفيروسات هو باش يكون ضيفنا بعد بشوية، خليكم برانشي على 93. سونتي 5.0 سونتي 5.0 مازلنا مواصلين معكم في مختلف الفقرات اللي تهم صحتكم، خاصة المعلومات واللي جينيرالمون تكون من الدولة وناس الكل تسمع بها. توت سويت شيفر سانتي. شيفر سانتي، كما تعرفوا في المدة الأخرانية دولة الأخبار على رصد بعض حالات التهاب الكبد الغامض، خاصة في أكثر من 20 دولة، وناس كل بخاتيك ما وليت خايفة على صغيرتها. في الإطار هذية كانت أكدت منظمة الصحة العالمية أنه 8 دول أخرى كانت بلغت على حالات التهاب الكبد الغامض، خاصة عند صغيرات في الأسبوع الفارط، واللي وصل العدد الإجمالي للبلدان اللي رصدوا فيها الحالات هذية إلى قرابة 20 دولة. إصابة 228 طفل على الصعيد العالمي، هذا هو الرقم، بنوع غير عادي من أمراض الكبد عفوا. التحقيق جاري في 50 حالة أخرى مشتبه بها، زادة تم تأكيد على حالة وفاة أما يشتبه في 4 آخرين، فيما تطلب 18 طفل زراعة كبد. يقول الخبراء في الإطار هذية أن العدد الحالي يمكن أن يكون قمة جبل الجليد، هذا كما وصفوهما، مع قيم العديد من الدول بتكثيف المراقبة بحثا على المضاعفات غير العادية للمرض هذا الغامض، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية اللي هي جنرالمون تعطينا ديما الإحصائيات في الإطار هذا. تم زاد اكتشاف معظم الحالات حتى الآن
في أوروبا، لكن فما حالات أخرى وغرب المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا. العلماء قعدوا شعرين بالحيرة الحقيقة نوعا ما في خضم الحالات هذوما وفي خضم حالات الصغيرات اللي ما ثبتتش إصابتهم بالفيروسات الطبيعية المسبة للالتهاب الكبد، ويعتقد أن الفيروسات الغدية هي اللي تثبت عادة في نزلات البرد، على الرغم من أنه نادر جدا أنه يتسبب التهاب الكبد. تتصاعد المخاوف من أنه الأغلاق نجم يضعف مناعة الصغيرات بمواجهة الفيروس هذه، خاصة الفيروسات الحميدة اللي هي تعتبر بشكل طبيعي. أما العلماء البريطانيين في الإطار هذه أقروا بأن الأمر نجم يستغرق 3 شهور على الأقل باش يعرفوا شنو الأسباب وراء الأشياء هذه. ميساش نعطيكم بعض التفاصيل وين رصدت حالة الإصابة هذه باش كيك حتى نطمنوا السادة مستمعين متاعنا اللي هو في تونس مازال فماش حتى حالة من نوع الفيروس هذية التهاب الكبد الغامض كما سماوه العلماء. قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف أنه اعتبارا من أول ما تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بما لا يقل عن 228 حالة محتملة من 20 دولة، مع وجود أكثر من 50 حالة إضافية قيد التحقيق، ومازالوا ما تأكدوش تم اكتشاف معظم الحالات في المملكة المتحدة 145 حالة، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 20 حالة، اللاتين زادة تمتلك بعض من أقوى أنظمة اللي هما معناها يمتلكوا أقوى منظمة مراقبة في خصوص الحالات الصحية، وكان أعلنت في حالات سابقة وفي أوقات سابقة عن حالات التهاب الكبد أذالي إلى حد هذه اللحظة نأكدوا لكم اللي هو مازال مجهول المصدر. ما كشفتش منظمة الصحة العالمية على الدول اللي أبلغت عن حالات إضافية، أما هيئات صحية أخرى كانت تحدثت عن اكتشافات النمسا، بولندا، اليابان، كندا، في حين تحقق سنغافورة في حالة محتملة لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر. دونك برشا ناس هما رشحوا قالك هل أنه يعتبر التحليل هو التلقيح، عفوا ينجم يكون هو من مسببات الحالة هذية، لكن كانوا نفاول في الإطار هذا الموضوع هذا للي شيء، على خاطر المتوسط أعمار المصابين كان حوالي 3 سنوات، كانت الحالات اللي عندهم قيء إسهال وهي من أكثر الأعراض شيوعا، زاد ينجموا يعانيوا ملغزمون من أعراض الجهاز التنفسي العلوي. لكن علاش قالوا اللي ما ينجمش يكون التلقيح هو السبب؟ على خاطر أكثر من 5 سنوات عمر الأشخاص ما شهدناش حالات الالتهاب الكبد الغامض هذية، وما زال كل شيء في طور التحقيق، وما زالوا قاعدين يحقوا باش يوصلوا باش يتوصلوا ما أقلش من 3 شهور باش يوصلوا يعرفوا مصدر التهاب الكبد الغامض هذا. إن شاء الله يا ربي يحمي صغيراتنا. كان هذا شيف سانتي. شيف سانتي احنا اكيد مازلنا مواصلين معاكم سانتي 5.0، كل المعلومات الصحية اللي تنجم تهمكم. الناس الكل في انتظار كونا نتحصلوا على دكتور محجوب العوني، عضو اللجنة العلمية وأستاذ في علم الفيروسات، لتوضيح بعض النقاط. شاء الله من أخير احنا من نجم نش تحصلوا عليه. كم شحكي لكم على الترخي في التلقيح لأنه بيش يؤدي إلى موجة جديدة، وإلا ليل موجة جديدة غير المستبعدة. ما ننسيوش نحكيو على لقاح جونسون أند جونسون، هل أنه سجلنا حالة تخثر في تونس وإلا ليل؟ خليكم برانشي على 90.0. أحمد الشريف سلام الله عليك، وصلنا ل 11 دقيقة بعد ل 11، مازلنا مواصلين معكم في سانتي 5.0، الموضوع اللي هم الصحة نتاعكم. سانتي 5.0 في ساعتنا الثانية، ديما ناخذ رأي المختصين في الطب وإلا في مختلف الاختصاصات اللي تهم الصحة متاعكم. نعرف وإحنا خاصة في بعد شهر رمضان، بعد كتب البيز وبعد الميكلة اللي كليناها، الكل كل تتسائل على صحتهم الجسدية، كيفاش ينجموا يتعاملوا معهم، كيفاش يرجعوا يمشيوا في الليني متاعهم اكزاكتمون. ما احنا حاولنا هكا نبدل بكم الموضوع شوية هكا، معني ما نحكي لكمش على شنو الغجيم alimentaire اللي تنجموا تتبعوه. باغ كونتر فما برشا ناس تتسائل على مؤشر السكري واهميته في تعديل مستوى السكر في الدم، هل انه يساهم في انقاص الميزان، وخاصه مثل هالمفاهيم ولات دارجه برشا. ذيك علاش مفرحانين برشا بحضور اخصائيه التغذيه مريم توكابري في الو دكتور. الو دكتور. صباح النور مريم. صباح الفل
الفل والياسمين. مرحبا بك على موجات راديو الحياة في موقع الموعد، يتجدد معاك ونشكرك على الوقت اللي عطيتهولنا من وقتك. مريم، نحكيو على مؤشر السكري والأهمية متاعه خاصة في تعديل مستوى السكر في الدم. أما ديما البدايات اللي تبدأ الناس تتسائل شنو معناها مؤشر سكري؟ بالنسبة للمؤشر السكري هو مقياس نعرفوا به سرعة امتصاص السكر في الدم. ديما الغطاء نتاعنا باش يكون اللي هو السكر الأبيض، هذاك نعطيوه مقياس نتاع 100 وحدة، والماكلة اللي ناكلوها من بعد الغلة العجين مثلا البقول البطاطا قديش هذيك تنجم تعطينا من سرعة امتصاص السكر في وسطها في الدم نتاعنا. من غادي باش نعرفوا الامباكت نتاعها على السكر في الدم، والسكر في الدم هذيك هو اللي بعد باش يكون بالطبيعة معناتها للتخزين وإلا للحرق حسب كل إنسان والكمية اللي يأكلها من الطعام نتاعه. ولا أكيد مريم، احنا كيما قسمناهم قلنا فما السكر الأبيض اللي باش نعرفوا بيه الانديس جليسيميك هذيا قديش في الماكلة نتاعنا، سينو كيف كيف الماكلة اللي ناكلها واللي نعرفوا اللي هي تتقسم لعدة أصناف من كربوهيدرات من بقوليات وإلا زيدا كيف كيف فما ماكلة تنجم تحتوي على السكر وإلا ما تحتويش. هنا يا مريم جوست باش نوضحوا نقطة وانت كأهل الاختصاص نجم توضح لنا شوية، مؤشر السكري هل أنه هو اللي نحكيه عليه نجم عليها العبد يقيس مخزون السكري ومن مؤشرات ذوك ينجم يعرف هو ماخذ مؤشرات سكري عالية وإلا ليه؟ بالطبيعة لهنا نحكي، وخاصة بالنسبة للإنسان اللي عنده مرض السكري لطف عليكم، خاطر هذيك يكون المخزون السكري نتاعه طالع اللي هو ما نقيسوا به السكر نتاع 3 شهور تقريبا، فإنه نفهموا أنه الإنسان هذاك قاعد ياخو في معناتها أطعمة فيها مؤشرات سكرية عالية. يعني إيش هي المؤشرات السكرية؟ معناتها مثلا كنقولوا إحنا باش ناخذوا غلة، باش ناخذوا مكرونة، باش ناخذوا خبز، هذيك كلها في الوجبة باش تطلع لنا المؤشر السكري، يعني الدم باش يطلع فيه السكر بكمية عالية. الجسم ياخو وقت باش ينجم يعدل السكر هذاك، في الأثناء السكر ينجم يلصق في الهيموغلوبين دونك باش يولي المخزون السكري يطلع. العكس بالنسبة للإنسان العادي هو اللي ما عندوش مرض السكري، مش نلقاه مخزون السكري نتاعه طالع، وإنما نجم نلقاه عنده زيادة في الميزان. خاطر في كل الأحوال الجسم نتاعنا باش يعمل اللازم باش يعدل السكر في الدم. بالطبيعة وقت اللي هو باش يعمل اللازم يعدل السكر في الدم ينجم هذا يكون عنده مضاعفات، على خاطر وقتها باش تزيد نسبة الدهنيات في الجسم نتاعنا. نجموا نتعرضوا بالطبيعة للناس اللي معناها عندها الأرضية مناسبة، ينجم يتعرض الإنسان للزيادة معناها في الاحتمال الإصابة بمرض السكري. علاش؟ على خاطر ياخذ في أطعمة في 24 ساعة نتاعو يعني على مدار اليوم فيها مؤشرات سكرية عالية. المؤشرات السكرية العالية هذه باش نجموا نفهموا الناس اللي تسمع فينا، راهو كل ما هو السكر تاع الامتصاص، معناها باش نحكيو هنا على الغلة مثلا كمية كبيرة كيما الدقلة البنان حتى غلة الصيف اللي هي كي باش ناكلوها نجم تطلع فيها السكر في الدم. نحكيو على المكرونة اللي تكون طايبة برشا مثلا اللي هي تخرج النشام نتاعها. نحكيو على مثلا الحلو بصفة عامة، يعني السكر الأبيض اللي هو معناها كيما قلنا ديما الغطاء نتاعنا، دونك نحكيو على كل ما هو مثلا مشروبات غازية، نحكيو على المشروبات الحلوة، على الليجاتو، هذوما كلهم راهم كي ناخذوهم هما تكون الماكلة نتاعنا مرتكزة عليهم من الصباح لليل، مثلا ما نعرفش ناخذوا قهوة فيها السكر ومعها طان شوكولا، في تونس ما نعرفش ناكلوا كمية كبيرة نتاع معجنات وخبز، بعد فما شكون يقول لك نعشيت صحن غلة، فانه هذايا قاعدين اشاك فوا نطلعوا في المؤشرات السكريه نتاع الماكله نتاعنا، وهي اللي تطلع في السكر في الدم. بالطبيعه باش يمشي الكل في التخزين، والا باش يولي يطلع السكر بالنسبه للناس اللي عندها ديابيت بالطريق. ولا هنا يا مريم دونك اللي فهمناه من كلامك اللي فما عوامل مؤثره، ممكن طريقه الطهي نتاع الطعام، نوعيه الطعام زيدا كيف كيف، فما كيما معناها ديجا حتى سمعت في تصريحات سابقه ليك انت بيان سور واهل الاختصاص اخصائي التغذيه اللي يقول لك تنجم تلقى مؤشر سكري نتاع ماكله عالي لكن ما يطلعش السكر برشا، كيفاش لهنا نقيموا؟ معناها احنا حتى كناس عاديين تنجم تاكل ماكله تقول هذيك راهي هي المؤشر السكري نتاعها عالي، لكن باغ كونتخ كي تاكلها فما مؤشر اخر منخفض وما يمشيش في لهنا سرعه الامتصاص، كيفاش نفسروها الطريقه ذي السيده مستمعين مالي؟ بالضبط لهنا اول حاجه نحاولوا ناكلوا الماكله على طبيعتها، خاطر كل نوع من الطعام راهو متوازن. اش معناها؟ مثلا كي باش ناكلوا كعبه تفاح كي نحيوا لها القشره نتاعها مؤشر السكري باش يطلع، على خاطر ما بين الحاجات اللي هي تخفض المؤشر السكري نحكيوا لهنا على الالياف. الالياف اللي هي القشره نتاع الخضره والغله، اللي هي النخاله مثلا نتاع القمح اللي نلقاها مثلا بصفه عامه في الحبوب الكامله، نلقاها في البقول، معناتها هذوما الحاجات اللي هما الالياف هذوما يعطلوا امتصاص السكر في الدم، بالتالي يكون المؤشر السكري منخفض. ثم الدهنيات دو بون كاليتي البون غريس، دونك نحكيو على الفاكهه مثلا، نحكيو على زيت الزيتونه، يعني الحاجات هذوما كيف نبدوهم في الماكله نتاعنا
وإلا ناكلوهم هما قبل حاجة حلوة باش يخليو الجسم ما يطلعش فيه السكر، معناتها هما باش يعطلوا امتصاص السكر في الدم. طريقة الطهي مش كيما مثلا نمشيو أكثر للمقلي اللي هو دهون، والدهون هذيك تنجم بالعكس تخلي السكر يطلع فيها، كيما تكون الماكلة نتاعنا مثلا طايبة على الأنسان، مثلا الماكلة التونسية نتاعنا المرق ولا الكسكسي اللي طايب على فابور النواصر وغيره، مؤشر السكر نتاعها منخفض بالماكلة اللي تكون مقلية وإلا تكون طايبة برشا. البطاطا كي تطيب بالقشرة نتاعها وبعد نحيو لها القشرة كي نجيو باش ناكلوها، ديما مؤشر السكر نتاعها باش يكون منخفض باغابوغ على البطاطا كي نقشروها ونطيبوها بلاش القشرة. يعني قد ما نستعملوا المواد الغذائية نتاعنا على طبيعتها، نحكيو هوني خاصة على الخضرة، نحكيو على الغلة والبقول، قد ما المؤشر السكر يكون منخفض. طريقة التركيبة نتاع الوجبة، وجبة مثالية هي شنو ديما نحكيو عليها؟ هي فيها خضرة، فيها بروتيدات دجاج هو اللحم جبن عظم وغيره، وفيها حصه من النشويات الخبز والمكرونه. قد ما نشوف التوازن هذا، قد ما الوجبه هذه باش يكون مؤشر السكر نتاعها منخفض. باكونت الانسان يكون جعان مثلا هو نص النهار باش يفطر، كي باش ياكل صحن المكرونه ولا باش ياكل الخبز نتاعو من غير ما يكون بدا بالسلطه اللي هي غنيه بالالياف، فانه هون الوجبه باش تعطي مؤشر سكري عالي. اي دونك هذوما معلومات مهمه تعتبر من الترتيبه نتاع الوجبه اللي تكون فيها الياف دهنيات ذات جودة باهية وبروتيدات إذا ما يخفضوا في المؤشر السكري. ونحكيه على طريقة الطهي اللي هي لازمها تكون طريقة طهو معناها صحية، تكون صحية، ما نبعدوا على المقلي، نبعدوا على الحاجات اللي تنجم تعلينا في مستوى السكري في الدم. نعرفوا مريم فما برشا عباد مدمنين على الأكل متاع الحلويات والحاجات الحلوة، ويقول لك كاريمون أنا ما نجمش ناكل. هنا كيفاش ينجموا يتحكموا في الماكلة متاع الحلوة متاعهم؟ وديما نقولوا احنا أكيد نأكدوا لهم اللي بار موديراسيون كوميم حتى كان عندهم إدمان، أما كيفاش ينجم يخلي مؤشر السكري منخفض وحتى نسبة امتصاص السكر في الدم تكون أقل من الحاجة اللي إذا كان كلاها مثلا إسباسي على الماكلة؟ كيفاش هنايا الميثود اللي نجموا نعاونوه بها؟ دونك لهنا ماذا بينا ديما ناكلوا الحاجه الحلوه قبل كل شيء تكون بعد الماكله، معناها ناخذوا فطور الصباح نتاعي، يعني نجم يكون فيه مثلا تخطيط بالجبن، نجم يكون فيه عظم، اومليت، بسيسه، اي حاجه، ومن بعد ناكلوا لها الحاجه الحلوه. نجموا ناكلوها كوم ديسير بعد الفطور والا بعد العشاء، خير ناكلوها في وقت الجوع. معناها الانسان اللي جوع مثلا معناها بعد خمسه نتاع العشاء حس بجوع كبير يمشي في حاجه حلوه، راهو هذاك اللي باش يطلع السكر بطريقه فجائيه، وغادي نحكيو على مؤشر سكري عالي. دونك ديما الحاجه الحلوه بعد الماكله. الحاجه الثانيه اللي هي حسن الاختيار الحلو، دونك ديما نخيروا ان تكون حاجه حلوه اللي فيها منفعه، تكون فيها فاكهه، تكون فيها مثلا غله، نجم تكون جاتو باش نعملوه في الدار، دونك نحكموا في كميه السكر اللي باش نزيدوها، وتكون الفرينه كامله بالالياف نتاعها، نجم تكون مثلا فيها لوز ولا كاكاويه والا شوفان، حاجات اللي هي تخفض معناها السكر اللي هو موجود في الحاجه الحلوه هذيك. وبالطبيعه الحاجه اللي ناكلوها ديما تكون خير من الحاجه اللي نشربوها. اش معناها؟ معناتها الانسان اول حاجه يبدا بها تاعي نقص السكر في القهوه. ينحي الشوكولاته اللي تذوب في كاس الحليب بالنسبه للصغيرات. يبعد على الجازوز. يبعد على كاس سيترونات وجاي وقت التعصيف. يقعد مثلا يقول لك انا مش ما نحرمش روحي، خاصه نقص السكر، مثلا نجم ياكل كعبه حلو اللي هي تكون مثلا نجم تكون غريبه، نجم تكون مقروض خاطر فيه التمر طايب في الفول. ديما الحاجه اللي ناكلوها فيها الحلو لابتاكت نتاع السكر نتاعها اقل من الحاجه اللي نشربوها. فوالا دونك معناها ديما نمشيو للحاجه. هنا خلينا نعملوا جوست تعريف صغير على مرضى السكري اللي نجموا يتعرضوا، خاصه الناس اللي تدق في الانسولين. نعرفوا مريم اللي نجموا يتعرضوا الانخفاض مستوى السكري في الدم، والانخفاض نعرفوه معناها ينجم يقلق اكثر حتى من اللي يكون السكر مرتفع. كيفاش هنا طريقه التعامل؟ هنا لازمهم ياخذوا حاجه ليكيد باش في ساعه يسترجعوا السكر نتاعهم، والا نسبه السكر في الدم نتاعهم، والا لازم ياخذ حاجه معتدله؟ شنو كيفاش يتعاملوا هنا يا مريم؟ شوف والله اول حاجه ساعه نحب نقولها لهنا اللي راهو التعامل لازم نصلحوا السكر نتاعنا، راهو مازال مصلنا بالسكري يعاني من هبوط مفاجئ في السكر، يعني فما حاجه مش ماشيه سواء في التغذيه سواء في الدواء. اول حاجه لازم يتبع الكلام الطبيب نتاعو ويصلح ماكلته، راهو اي انسان مريض بالسكري يصلح ماكلته وياخذ في دوز الانسولين نتاعو والا في الدواء نتاعو كيف ما يلزم، راهو ما يتيحلوش السكر. باهي نقولوا احنا وصلنا انه ولا فما ياسر طيح في السكر سواء في الليل والا في النهار. بالطبيعه هون لازم ديما عنده حاجه حلوه تحديده على خاطر وقتها اون يورجون لازم السكر يطلع. اما المشكله وين؟ اللي باش يولي هو يعمل على الحاجه هذيك وديما فوق الحاجه الحلوه، ما عادش يفرق ما بين
صوتك طاح والا جوست تعب والا جوست حاجه معناها نجم تكون حتى بسيكولوجيك نجم يحسك تقلق شويه كما اي انسان عادي أي. اما السكر مش طايح يا ذاك صاحب شيخ وكل حاجه الحلوه ديك اي طوندوني ديما دي فوقو دونك شنو نزيد الماء بالدقيق وزيد في الحاجه الحلوه زيد في جرعات الدواء زيد في الحاجه الحلوه زيد في جرعات الدواء وهذا نجم من بعد يقلق معناها لا نفلخوا السكر نتاعنا ولا نلقاو احنا صلحنا الميزه دونك تعديل السكر واجب مع الطبيب المباشر نتاعو بالدواء وبالماكله ومن ثم تجي الحاجه الحلوه اوكاو طاح السكر اللي هو هذاك في الاخر لازمنا معناها الناس اللي يسمعوا فيا توا واللي عندهم السكر نطفي عليهم راهم يلزمهم يمشيوا في تعديل السكر نتاعهم على المدى المتوسط والبعيد ما يقعدش يعمل عليك الحاجه الحلوه اللي هي باش تطلع له السكر خاطر ما فماش علاش باش يطيح له السكر اذا كان منظم الدواء ومنظم ماكلته جوست ما اذا كان ياكل في ماكلته خاصه في الاوقات نتاعهم اللي جوست صحح لي معلومه مريم هل انه مريض السكري تكون عنده 6 وجبات اكثر منها 3 بشكيك يكون محافظ بيان سور مع الكميه اللي يكون محدد له حتى الطبيب نتاعو المباشر والا اخصائي التغذيه لا فخصما لا نحكي ولا على فطور صباح متوازن يعطيه الطاقة والسكريات لمدة 4-5 سوايع فطور نص نهار بنص نهار ماضي ساعة اللي كيف كيف باش يعطيه الطاقة والسكريات اللازمة حتى للستة 7 تاع العشية باش يتعشى نجمو نزيدو لمجة في الوسط مثلا بين ماركات على 4 إذا كانوا باش يتعشى مأخر شوي معناها ديما ماذا بينا يقعد كي معناها السكر قاعد يطلع تدريجيا كي يبدا السكر بدا باش ينقص ناخذ الوجبة نتاعنا أما 6 وجبات نخافوا نطيحوا لهنا في الغرينيوتاج معناها باش نقاو احنا على مدى اليوم واحنا ناكلوا اللي نعرف احنا الانسولين ينجم يقلق حتى معناها فهم بعض العباد اللي نجم يسبلها السمنه شويه دونك لازمهم ديما يكونوا حذرين في كميه الماكله نتاعهم. باش ناخذوا في حريات ازيد من الاحتياجات نتاعنا واللي هي باش تمشي كلها للتخزين ومن هذيك نلقاو زياده في الميزان. مشكوره جدا اخصائيه التغذيه مريم تكيبلي على المعلومات القيمه هذه الحقيقه وعلى سلسه كيفاش توصل المعلومه للمستمعين نتاعنا. موضوعنا كان اليوم مؤشر السكري واهميته في تعديل مستوى السكر في الدم ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل وبيان سور مهم جدا كونكم تعادلوا مؤشرات السكري نتاعكم في الدم وكيف كيف المؤشرات تختلف على حسب كيما قلت لكم اخصائيه التغذيه مريم توكيبري على العوامل كيكو سوا اللي طايبه بها الماكله والا طريقه الطهي والا طريقه التحضير والا كيفاش خذيت الوجبه وكيفاش تناولتها والتركيبه نتاع الوجبه هذيك سيسر ويحكم الناس الكل كنت هذي الو دكتور في هذا الدكتور هاكا كون نهار اثنين يكون حاضر معاكم اخصائي تغذيه يحاول يعطيكم المعلومات الشامله باش يكون عندكم غذاء متوازن ونظام غذائي متوازن خاصه نعرفوا اذا كان غذائكم كان متوازن صحتكم ان شاء الله باش تكون في صحه جيده احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سونتي 5.0 من توا حتى نص نهار سونتي 5.0 كمل 36 دقيقة بعد لحداش سنتي 5.0 ما زلت مواصلة معكم حتى نص نهار سنتي 5.0 مازلنا مواصلين معاكم حتى النص نهار في مختلف الفقرات بيان سور قبيله بشويه كنا حكينا على بعض المعلومات الدارجه اللي الناس الكل وقاعدين معناها نقولوا اللي ارتفعت كميه كورونا خاصه اللي اصدرت وزاره الصحه نهار الاربعاء اخر التحينات 4/2022 على تسجيل 13 حاله وفاه منذ 25 ابريل الى حدود 1/2022 وين ارتفع العدد الجملي للوفيات الى 28566 حاله منذ بداية الجائحة زادة تم تسجيل 15-19 إصابة جديدة بكورونا في ذات التاريخ وين ارتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1,040,712 في حين تم تسجيل 681 حالة تعافي وين ارتفع العدد الجملي للمتعافين 1,026,756 هذا ورد في الرسم البياني لوزارة الصحة على نسبة التحاليل الإيجابية اللي كانت بلغت 4.58% الحديث عن جائحة سادسة من كورونا هذا اللي باش نعرفوا باكثر تفاصيل في زوم سانتي زوم سانتي زوم سانتي حاضر معنا دكتور محجوب العوني عضو اللجنه العلميه واستاذ في علم الفيروسات مرحبا بك على موجات راديو الحياه تفهم دكتور شكرا على الدعوه شكرا لك على تلبيه الدعوه دكتور دونك دكتور في مختلف التصريحات نتاع سيادتك ومختلف اعضاء اللجنه العلميه كان حديثكم التراخي في التلقيح ينجم يؤدي الى موجه جديده بعض الناس التراخات زاده في حتى في استعمال البروتوكول الصحي من خلال المعاملات ونغزو احنا رجعنا للتظاهرات نتاعنا العاديه الناس قاعده تمشي لبعضها وتسلم على بعضها وفما التجمعات مازالت متواجده كانه تنصي في الاطار هذا دكتور ولا متراخي جدا في مساله كورونا
شكرا. هو طول الوضع الصحي بصفة عامة في تونس استقرار، عديد المؤشرات اللي ما تمدى لتقييم الوضع الكل في أدنى معدلاتها، هذا الشيء اللي يخلينا يخلي المواطنين ربما يطمنوا اللي انتهى الفيروس. أنا نقول لهم صحيح الفيروس ما عادش بالنسبة اللي كان فيها في الأشهر الفارطة، لكن ثم نسب متفاوتة ما بين الجهات، موجود الفيروس قاعد ينتقل. الشيء اللي ربما يشجع هي أكل الحصانة المناعية اللي عندنا، مناعة جماعية اللي تخلي الفيروس ما ينتشرش كما كان في السابق، لأن التلقيح والإصابات الطبيعية خلت رصيد مناعي هام اللي ينقص ويحد من الحالات الصعبة، يحد كذلك من الوفيات، ويحد خاصة انتشار الفيروس وتطور الفيروس بسرعة كبيرة. لكن هذا ما يخفيش اللي على مستوى عالمي الفيروس ما زال انتشر في بعض المناطق، وصلوا حتى إلى الحجر الإجباري في بعض الحالات، وما زالت الإجراءات الوقائية معتمدة وما زال تجديد فيها والرجوع إليها بعد ما وقع التخلي عنها. هذا لأن الفيروس في بعض الأماكن طور من مورث الجيني ونجد عنده فروع تنوية مقاومة للأجسام المضادة وقادرة باش تتموقع من جديد تنتشر، وقادرة باش تبعث كذلك موجات جديدة. اللي نعرفه نحن أخيرا بعد الدلتا اللي كان أكثر خطورة من أي فيروس قبل، يجي بعده الأوميكرون اللي يختص بالانتشار بسرعة الانتشار والتنوع الجيني، لكن يلقى أرضية مناعة صلبة، بقى ينتشر لكن ما عطاش نفس الوقع والإصابات اللي عرفناها مع الدلتا. هذا الأوميكرون اللي هو أكثر سرعة قاعد يخلق في فروع جزئية من قريبة من نفس الأصل، لكن في فروع وتحت الفروع اللي عندها قدرة انتشار كذلك أكثر من سابقتها، وهذا يخلي في الفيروس ما زال مواطن، الفيروس ما زال ينتشر. إذا كان من الجانب الآخر تواجه تقلص في الإجراءات، تقلص في الاحتياطات اللي ناخذينها للتوقي، تقلص كذلك المناعة اللي هي طبيعية للتلقيح الكل ما توصلش باش تكون دائمة، ثم 4 شهور 5 شهور وتتقلص المناعة، إذا كان ثم عزوف يقابل الشيء هذا، عزوف مواطنين باش ما يلقعوش باش ندعموش المناعة، فهذا كل شيء ممكن. لأننا نعرفوا اللي بالنسبة للأوميكرون الجرعة الأولى والثانية ما هيش كافية، جرعة التعزيز هي اللي تدعم المناعة توصل حتى 70% من مقاومة لهذه الفروع. تبقى كذلك بالنسبة لكبار السن والحالات الصعبة والمطالبين بالجرعة التعزيزية الرابعة. هذا التمشي اللي هو يخلينا ربما في مأمن ونواصل حياتنا الطبيعية مع تواجد والتعايش مع الفيروس بنسب ضئيلة وضئيلة جدا كما هو الحال الآن. إذن المطلوب هو أن ندعم المناعة اللي بقت لنا الوسيلة الوحيدة لمقاومة هذا الفيروس، ويبقى في بالنا الفيروس ما زال ينتشر والقضاء عليه نهائيا ما هوش معناتها موضوع الساعة، لأن كما قلنا ما زالت الفروع كيما البيادو كيما البيادو نجد عنده فروع أخرى توا موجود في أمريكا البيادو معاه الفرع أقل منه البيادو 12A في نيويورك، موجود في جنوب أفريقيا البيا 4 والبيا 5 قاعدين ينتشروا وبدوا يتموقعوا وياخذوا هيمنة في جنوب أفريقيا. هذا الفرعين هذوما كذلك بدوا ينتشروا أكثر في بعض المدن بعض البلدان، أكثر من 20 دولة وقع ذكر تواجدهم. الصين ما زالت مهيمن عليها البيا 2، معناتها الفيروس بعدة أصناف وأنواع وما زال متواجد،
والمستودعات مفتوحة وكل المطالبين به هو أن يكون هناك نوع من البريكوسيون، نوع من الفيجيلانس، وما يلزمش معناتها الظروف اللي نشوفوا لها توا والمؤشرات اللي هي متقلصة في وقت معين تنجم في أي وقت تدخل فرع آخر من الفيروس الأوميكرون ويلقى معناتها تقلص المناعة يسامبلونت ويتطور ويصبح كذلك مصدر خطر. فوالا تفاعل انا معك دكتور. الموجة الجديدة غير مستبعدة، لكن اذا كان صار التراخي في التلقيح يعني نجم نحمي رواحنا بالتلقيح، خاصة احنا نشوفوا دكتور اللي المواطنين هما في الجرعة الثالثة ديجا فما عزوف من المواطنين فما بالك تو بالجرعة الرابعة، مراوش فما استسهال ممكن حتى في الحملات التحسيسية فما شوية زيادة كيكسوا بالوسائل الاعلامية والا من اهل الاختصاص، الشيء اللي خلى المواطن يسمي روحه مرتاح نوعا ما. هنا كيفاش النجم بتكاتف الجهود النجم نشجعوا اكثر ونرجعوا المواطنين باش يمشيوا يلاقوا حتى الجرعه الرابعه، خاصه اللي فهم بعض الاشخاص ماهيش باش تكون معمه على الكل لكن ينجم يتم تعميمها فيما بعد. هو كل واحد عنده دور في المحيط اللي يعيش فيه، كل واحد مقتنع يحاول يقنع غيره، وكما قلت الإعلام قاعد يدور بدوره الهام لتحسيس المواطنين، أعضاء اللجان قاعدين وين تتيح لهم فرصة باش يتكلموا قاعدين ينبهوا لكل هذا. يبقى المواطن ربما بعد عامين من الكبت والواحد شعور بروحه والتعب، لكن ماذا بينا نحاولوا باش نبعدوا على كل الأيام السوداء اللي رناها، وفيات واكتظاظ في المستشفيات وغيرها، باش ما يرجعش لينا الكابوس هذاك. نحاولوا كذلك على التوقي، والتوقي حاليا إذا كان ما فماش احترام على الأقل الإجراءات اللي معروفة ودينا بها، على الأقل دعم التلقيح والتلقيح خاصة الجرعة التعزيزية الثالثة للشباب من 18 حتى 60 سنة، والستين ما فما فوق مطالبين حاليا قاعدة التحسيس كبير باش يتلقوا الجرعة الرابعة اللي هي التعزيزية، وهي المش تقلص من الحالات الصعبة، وهي المش تعاون على عدم اللجوء إلى المستشفيات والاكتظاظ وكذلك الوفيات. التلقيح مهم جدا دكتور، لكن دولت بعض الأخبار وين أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA توصية بالحد من استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا بسبب بعض المضاعفات اللي كانت مقلقة من بينها تخثر الدم. على حسب تصريحاتكم أنتم كلجنة علمية ما شهدناش حالة تخثر دم ناتج على اللقاح هذا في تونس، لكن كيفاش باش تكون التعاملات نتاعكم أنتم والإجراءات اللي باش تتخذوها خاصة في ظل اللي ما نزلوا فما جرعات من جونسون اند جونسون، كيفاش تكون التعاملات مع الجرعات الموجوده هذه، وكيفاش النجمو زيد نطمنوا الاشخاص اللي كانوا اخذوا لقاح جونسون اند جونسون؟ هو حاليا التلقيح المعتمده واللي قاعدين نطاق الجرعه الثالثه والرابعه هي جرعه فايزر، اللي هي اساس مبنيه على مبدا الارن ميساجي اللي هي تختلف تماما على جونسون وجونسون. جونسون هو يعتمد على فيروس لادينو فيروس، هو فيكتور حامل للانتيجين حاجتنا به، هذا بالطبع من اللي ظهرت مع الأوائل والترخيص نتاعها من المنظمة العالمية للصحة ومن الهياكل الصحية في كل بلاد، رخصوا فيها وبعد مدة بعد ما اتضح اللي معناتها في البالانس ليزافونتاج نتاعها اكثر بكثير من الاعراض الجانبيه اللي هي موجوده وقع التعريف بها، لكن ضئيله وضئيله جدا. نهيك احنا في تونس برسك 1,300,000 شخص للجرعه اللي وقع اعطاها ما حصلتش حتى حاله من الحالات هذه، هذا ما يمنعش اللي ثم على الاقل 6 حالات وقعوا في العالم وقع التبليغ عليهم، والحالات هذه تخثر الدم نجت عليهم إذن وفيات، وهذا الشيء اللي خلى
التوقف على استعمالها والمراجعة إذا الحالات هذه بصفة عامة وشنو النتائج التلقيح في أمريكا في أوروبا وبالطبع تونس من اللي وقع معناتها الإعلان على بعض الحالات هذه وقفة استعمال الجونسون كبقية الدول و المعتمدة التلقيح المعتمدة هي التلقيح اللي هي ما فيهاش حالات اللي تخوف إلى حد الآن وهي فايزر وموديرنا اللي قاعدين نتعاملوا بها خاصة في جرعات تعزيزية. قلنا في الدولة التونسية باش نركزوا على تلقيح فايزر ومختلف التلقيح الأخرى. تقريبا على كلمك تلقيح فايزر كانت الدولة بعض الأخبار اللي فما خرجوا تلقيح فايزر منتهية الصلاحية من 22 مارس، لكن على حسب تصريحات أهل الاختصاص قالوا لي هما ما عندهمش قلق كبير وما يأثروش خاطر تقعد سيري المفعول لمدة شهرين، وأنت كأستاذ في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية ممكن تنجم صح لنا المعلومات هذه خاصة للمواطنين خايفين. وفي الإطار هذا علاش ما خرجتش وزارة الصحة، علاش ما خرجتش بلاغ في الإطار هذا حتى كطمأنة للمواطنين اللي خذوا تلقيح هذا اللي هو منتهي الصلاحية من 22 مارس؟ كنا شهدنا حالات احنا في ولاية القيروان ومختلفة مع بعض الولايات الأخرى، إذا كان عندك توضيح في الموضوع هذا يا دكتور محجوب. ما هوش في الاستماع دكتور محجوب للأسف، تمنينا كونه يجاوبنا على السؤال هذية. ممكن زميلتنا سهام تحاول تاخذ إجابة في الإطار هذية حول تلقيح فايزر اللي منتهي الصلاحية من 22 مارس تقريبا، واللي ما كناش شهدنا بلاغ رسمي من وزارة الصحة حول الموضوع هذية حتى كطمأنة للمواطنين، ويعتبر فما نوع من الغموض والتكتم. صحيح فما بعض التصريحات اللي قالوا اللي هو التلقيح هذا ما عندوش حتى تأثير، حتى كان منتهي الصلاحية منذ 22 مارس ما يأثرش، نجم تقعد تستعمله مدة شهرين تقريبا. إن شاء الله تنحاولوا مع زميلتنا سهام ناخذوا أكثر توضيح في الغرض هذية. كانت هذه فقرة زوم سنتي. ذكركم في زوم سنتي كنت مكان معنا دكتور محجوب العوني عضو اللجنة العلمية وأستاذ في علم الفيروسات، اللي كان أكد لكم اللي ترخي في التلقيح نجم يؤدي إلى موجة جديدة، والموجة الجديدة تعتبر غير مستبعدة إذا كان المواطن اترخى على التلقيح، خاصة مازال الفيروس مازال موجود. ولقاح جونسون أند جونسون كان وضحنا في الإطار هذا اللي تم سحبه ما هوش بشي يستعملوه، مش يعتمدوا على تلقيح فايزر ومختلف التلقيح الأخرى. قلت هذه زوم سنتي. زوم سنتي أكيد احنا هكا بزوم سنتي نكونوا كمان معاكم سنتي 5.0 لليوم اللي انطلقناها معاكم من العشرة المواضيع اللي تهم الصحة متاعكم. تليفوناتكم على 70 035 120 70 035 120. إن شاء الله غدا باش يكون حاضر معنا ضيفنا في ألو دكتور سهيل السعيدي أخصائي الأمراض النسائية والتوليد، باش يحكي لكم على مرض العقم خاصة طفل الأنبوب والأساليب اللي تنجموا تتبعوها باش تتجاوزوا مرحلة العقم هذه. تليفوناتكم على 70 035 120. ان غون ميرسي لاحمد المخلوفي كان معكم في الاخراج التقني الحصة، صيف بول عريس اللي امن لكم الديجيتال، منسوش زميلنا حسام الربحي ديما معنا في الاعداد، انس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. خليكم برونشي على 93 غدوه ان شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت انطلاقا من 10 نتاع الصباح. على خاطر صحتك اغلى معنا، وعلى خاطر في الحياه فهم نمنو بالعلم وباصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعه الاولى عنا اخر اخبار التظاهرات الصحيه، اخر الدراسات العلميه والامور القانونيه، وفي الساعه الثانيه نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسالوه ديريكتومون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبيه تسالوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحيه. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.